مساء الخير متابعينا، إليكم نشرة الأحوال الجوية خلال 24 ساعة القادمة. هذه الليلة يكون الطقس باردا نسبيا في أغلب المناطق، يتحول لاحقا ليصبح بارد أيضا مع ارتفاع واضح في نسب الرطوبة، ولا يسمع تشكل الضباب في ساعات متأخرة من هذه الليلة والصباح الباكر من يوم غدا في بعض مناطق الأودية والبادية والسهول الشرقية. درجة حرارة في العاصمة عمان حوالي 7 درجات مئوية الصغرى هذه الليلة. نهار يوم غدا تكون درجات الحرارة أعلى بقليل من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت العام. يسود الطقس مستقر وغالبا مشمس في أغلب الأوقات. درجات الحرارة العظمى متوقعة يوم الخميس والصغرى ليلة الخميس على الجمعة. سنبدأها من الشمال في إربد 17-6، عجلون 15-7، وفي جرش 17-7، وفي المفرق من 17 إلى 6 درجات مئوية. في العاصمة عمان 14-7، في مدبة 16-6، في السلط 15-8، وفي الزرقاء من 18-7، في حين ترتفع في خليج العقبة إلى 23 درجة مئوية في ساعات النهار، وتنخفض الصغرى ليلا إلى 14 درجة مئوية. جنوبا في الشراء من 9 إلى 3، في الطفيلة 12-6، في الكرك 13-6، في معان 14-3، وفي العقبة 22 درجة مئوية نهارا، والصغرى ليلا 14 درجة مئوية. في المناطق الشرقية المملكة تكون في الرويشد 17-4، في الصفاوي 18-5، وفي الأزرق من 19 إلى 8 درجات مئوية. هذا كان لدينا بشأن الأحوال الجوية حتى الساعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.